اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد الباش. كنا بنتكلم امبارح مع بعض عن المصطلح اللي لازم نبقى حاطينه قدامنا كل شويه، وهو التجربه المصريه اللي بدات من 2013 ولا تزال مستمره. ليه عايزين نركز على الحكايه دي خلال الفتره اللي جايه؟ لانه في اتجاه، هذا الاتجاه بيتبنى انه مفيش حاجه حصلت في مصر. الشعب ده اللي خرج وقرر انه يستعيد بلده ما انجزش حاجه. الحكومه ما انجزتش حاجه، النظام ما انجزش حاجه. وهذا نوع من التضليل الكامل. وده اللي يخليني ادعو النخبه المصريه المثقفه، المفكرين، السياسيين، الباحثين، الناس تكتب عن التجربه المصريه بالحلو والوحش، بالإيجابي والسلبي، بما تحقق وبما لم يتحقق. لأنه في النهاية الناس في مصر، لا الشعب ولا الحكومة ملايكة، اللي هم يعني منزهين عن الخطأ. العمل السياسي والعمل التنفيذي والعمل الميداني عمل خاضع للتجريب، بمعنى أنك بتشتغل بتنجح في أشياء وبتفشل في أشياء، أو بتحقق نجاح في أشياء بنسبة معينة وبتحقق نجاح في أشياء أخرى بنسب أقل. لكن إنه الحياة تبقى بالنسبة لنا يا أبيض يا أسود، لا، يبقى اللي مع النظام أو مع الدولة زي حالاتي مثلا شايف إنه كل حاجة حلوة، لا، في حاجات حلوة كتير وفي حاجات لابد من إعادة النظر فيها. أو اللي ضد أو اللي معارض أو اللي هو يعني مش عاجبه فيبقى شايف الحياة كلها سودة؟ لا طبعا. قول اللي أنت اللي مش عاجبك، لكن في نفس الوقت لابد من الإنصاف. وأنا بتكلم مع حضراتكم لأنه الكلمة لما بتتقال التجربة المصرية، فأقول لك إيه التجربة المصرية؟ التجربة المصرية دي ليها ملامح وليها أسس وليها مرتكزات. من أهم ملامح هذه التجربة تمكين ما يمكن تسميته بالمتابعة. تمكين ما يمكن تسميته بالمتابعة. يعني ايه الكلام ده؟ احنا كل جمعة، الا اذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتبط مثلا بسفر في الخارج، بحضور فعالية معينة، بنلاقي الرئيس طالع بيتفقد العمل في المشروعات، وتحديدا مشروعات الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى، وبيقف مع الناس اللي هم شغالين ويسألهم انجزوا ايه ما انجزوش ايه، طب يلا عشان نخلص اكتر، طب خلوا بالكم ان احنا محتاجين الحاجات دي تبقى بجودة معينة. في نفس الوقت يبقى احنا كان عندنا ايه، هذه المتابعة الميدانية الاسبوعية، ثم المتابعة المكتبية، لو انت بتلاقي اسبوعيا تلاقي الرئيس بيستقبل عدد من الوزراء يمكن يوميا، لو ما فيش فيه سفر للخارج يوميا في اجتماعات مع المسؤولين مع الوزراء لمتابعة المشروعات اللي في يعني إطار كل وزارة أو إطار كل مؤسسة. المتابعة المكتبية والميدانية دي من أهم ملامح التجربة المصرية من بعد 2013. تقولي إزاي؟ أقول لك، زمان كنت تلاقي الخبر جاي يقول لك ايه، وقد تفضل سيادة الرئيس بوضع حجر الاساس للمشروع الفلاني، وقد ازاح الستار عن مش عارف ايه، وهي ما تسمعش حاجة للمشروعات، ومشروعات كتير تم الاعلان عن وضع حجر الاساس ليها وما شفناهاش. لكن هنا اللي حاصل الان، اولا احنا ما بنشوفش مرحلة وضع حجر الاساس للمشروع، احنا بنشوف المشروع نفسه، بنشوف المشروع نفسه، وهناك مشروعات كثيرة جدا تم إنجازها وتم افتتاحها وتم العمل من خلالها وبتنتج، وهذا أمر رأيناه ومش هنقدر أو ما ينفعش إن احنا ننكر إن احنا ما شفناهاش عشان الناس يقول لك هو فين. يعني أنا تحديدا يعني معظم الفعاليات اللي تم فيها افتتاح مشروعات ومصانع ومزارع وصوب واشياء كتيره جدا، كنا بنبقى موجودين وشايفين الشغل على الارض،
فانا مش هاجي لمجرد ان في ناس مثلا عندها تصور ما، فانا اتراجع وانكر واقول اه لا والله ما حصلش، ما شفناش حاجه، هو فين؟ لا. والا انا بقى اللي ابقى بستعبط، اللي هو انت في ناس كارهه او في ناس مش عايزه ان يبقى في حاجه كويسه، او في ناس ليها غرض سياسي، او ليها في ناس في قلبها مرض سياسي، فهو عاوز ايه؟ كله يقول ان ما فيش حاجه حصلت. لانه احنا عندنا بعض المعارضين والفصيل اللي هو الخصم والعدو، عارفين عاملين زي ايه؟ لو تفتكروا كده الفيلم بتاع الناظر، اللي هو الواد الفتوه اللي كان يعني بيقف في المدرسه يقول لك محدش هيتعلم. ليه؟ مش عاوز حاجه متدمره، كل حاجه متدمره. فاذا ده ملمح، انا يعني كل مره كده وكل يوم نمرر لحضراتكم او نعرض لحضراتكم ملمح من ملامح التجربه اللي احنا بنتكلم عنها. فالتجربه المصريه الحديثه في العمل والتنميه والاصلاح فيها فكره المتابعه، لانه في مصر في مشكلتين اساسيتين في اي مشروع، الصيانه والمتابعه، او المتابعه والصيانه. يعني وانت بتعمل المشروع لو ما تابعتش مش هيتنفذ في الوقت اللي انت عايزه، ولا هيتنفذ بالكفاءه اللي انت عايزها. وجرب، او احنا مجربين، لما ما بتتابعش، ده انت لو جايب عمال عندك في البيت وما تابعتهمش بتلاقي الوقت بيمد منك، وتلاقي الحاجات مش متظبطه وبتاع. فالمشكلتين دول تم التعامل معاهم على الارض بشكل كفء جدا، وهو انه كل المشروعات يقول لك الصيانه، حتى لما مثلا الطرق اللي اتعملت فيجي يقول لك هو انا بدفع كارته ليه؟ بدفع مصاريف طريق ليه؟ فيقول لك انه الطريق اللي انت بتمشي عليه ده هو ما اتعملش وخلاص، هيبقى محتفظ بحالته دي بقى ليوم القيامه، ما هو محتاج صيانه. فلازم الناس تدفع فلوس الصيانه بتاع الطريق اللي بتستخدمه، ممكن تبقى كتير، ممكن تبقى قليله، ممكن الناس تبقى مش بلعاها، ممكن الناس تبقى شايفه ان انا ما كنتش بدفع اصلا، فليه هدفع دلوقتي؟ لكن انت بتتكلم على طريق، عشان الطريق ده يستمر بنفس كفاءته لازم تعمل الصيانه، وعشان الصيانه تحصل لازم تبقى فيه فلوس. حكومه تيجي تقول لك انا بنيت الطريق مش هقدر بقى اعمل له صيانه، لازم تدفع. فالصيانه والمتابعه اللي هو زي ما بقول لحضراتكم من الملامح الاساسيه لهذه التجربه. وده اللي يخلينا مثلا نشير الى حاجتين اساسيتين في مساله المتابعه دي. الحاجه الاولى، احنا كنا بنتكلم امبارح عن 6 مصريين اللي تم احتجازهم في ليبيا. والحقيقه انا من اللحظه الاولى كنت شايف انه الخطأ الاساسي يقع عليهم، على عاتقهم، لان هم حصلوا على 6 من مركز البليانه في سوهاج، حصلوا على تصاريح عمل، تصاريح العمل دي تتيح ليهم ان هم يفضلوا في شرق ليبيا، والتاكيد على ان هم ما يتجاوزوش شرق ليبيا، ما يروحوش الغرب. الغرب في مشكله، الغرب ما فيش فيه سيطره على يعني في حاجات كتير، في تعقيدات المشهد الليبي. راحوا وتجاوزوا الخط ودخلوا غرب ليبيا، فتم يعني اختطافهم بقى، اسرهم، القبض عليهم، ايا كان المسمى. كويس؟ طيب الناس، في ناس وده يضايقك جدا، يعني من دقائق صدر بيان واضح جدا انه الجهات المعنيه المصريه، الجهات المعنيه المصريه، وبناء على توجيهات من رئيس الجمهوريه رئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الجهات المعنيه تحركت واتكلمت مع اعيان وعواقل غرب ليبيا اللي هم الناس المتحكمه هناك. كويس؟ وتم الاتفاق، فتم تحرير هؤلاء السته واصبحوا في مكان امن، وجاري اتخاذ يعني الاجراءات اللازمه لاعادتهم من ليبيا الى مصر. هنا يعني البيان الرسمي بتاع اللي صادر من الرئاسه بيقول ان مصر بتشكر كل من اسهم في تحرير المصريين الست، وفي مقدمته الجيش الليبي واعيان وعواقل مدينه الزاويه ورئيس لجنه مكافحه الهجره في البرلمان الليبي. ليه بقول الحكايه دي؟ لانه احنا ما عادش هينفع يا جماعه نجامل، ما عادش هينفع نسكت. في ناس شايفه انه، واستغربت جدا انه بعضهم وناس يعني مشهوره وناس مؤثره فيقول لك احنا ايه، نشكر الجيش الليبي. طبعا مصر شكرت الجيش الليبي،
لكن الناس مش عايزة تشوف انه في دولة في مصر وفي جهات معنية وفي توجيهات من الرئاسة بمتابعة هذا الموضوع لإعادة هؤلاء المواطنين إلى بيوتهم سالمين آمنين. في ناس مش عايزة تشوف الدولة، مش عايزة تشوف الأجهزة، مش عايزة تشوف الجهات المعنية، مش عايزة تشوف إنه في مفاوضات تمت على الأرض، ومش بس مع الجيش الليبي أو اتصالات مع الجيش الليبي، ده دخل فيها أعيان وعوائل الغرب ليبيا عشان الولاد يطلعوا. لا، مش عايز يشوف الدولة، مش عايز يشوف إنه في جهات اتحركت وفي مفاوضات تمت وفي اتصالات بتاع والرئيس بيتابع والحكومة ماشية والخارجية داخلة على الخط والأجهزة الجهات المعنية بتشتغل عشان الولاد يرجعوا. مش عاوز يعترف بده، مش عاوز يشوفه، لأنه لو شافه هيبطل كلام كتير جدا، لأنه الدولة موجودة وقادرة ومسيطرة ومتمكنة من أدواتها اللي هي زي مشكلة زي دي تحلها. فدي نقطة مهمة جدا. هنا عنصر في مسألة التجربة. زمان يا جماعة المصريين كانوا متبهدلين بره، ولا كان حد بيسأل فيهم. من أيام يمكن الـ يعني السفيرة نبيلة مكرم لما كانت موجودة في وزارة الهجرة، كان يقول لك مثلا في مواطن تم الاعتداء عليه في دولة معينة، ساعات قليلة تلاقي نبيلة مكرم واقفة على دماغه في المستشفى هناك. ولو تفتكروا اللي حصل مع المصريين اللي كانوا في الصين في أيام كورونا في الأول، وإعادة المصريين من دول العالم المختلفة، الشكل كان بيبقى عامل إزاي. في حاجات بتتم على الأرض إنكارها جحود، إنكارها جحود. محدش بيقول أن الصورة مكتملة والصورة مثالية والصورة، لكن الصورة موجودة، الدولة موجودة، الجهات المعنية موجودة وبتعمل وبتشتغل. وهذا أمر أتمنى أن الناس تتمتع به قليل من الإنصاف. لكن في مواجهة ده مش هتخليني كمان اعوم على عومك، امشي وراك، تقول ان مفيش حاجه بتحصل اقول لك اه والله مفيش حاجه بتحصل. لا، في. ولذلك النهارده ده التاكيد على ايه؟ ان الناس النهارده سبحت في اتجاه يقول لك ان احنا يعني نشكر الجهات في ليبيا على ان هي عملت كذا، وكان مفيش دوله، وكان مفيش ناس اتحركت، وكان مفيش اتصالات تمت، وكان مفيش كلمه لمصر هي اللي حركت وانت هذا الملف. وعايز اقول لحضراتكم ده امر خطير جدا ولا يبشر بخير عند الناس اللي هو ازاي بتتعامل مع البلد بهذا الشكل. فده من الملمح، الملامح التجربه اللي انا بقول لحضراتكم فيها فكره ايه؟ المتابعه. اللي هو بنفس الشكل الاجتماع اللي تم النهارده مثلا في قصر الاتحاديه. اجتماع يعني في ضوء الازمه اللي احنا موجودين فيها، كانت في توجيهات واضحه من الرئيس. الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكان موجود مهندس طارق الملا وزير البترول، ودكتور علي مصلحي وزير التموين، وسيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، لواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه. ده اجتماع. بعد الاجتماع ده حصل اجتماع كان موجود فيه رئيس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعه. كلام على ايه؟ التوجيه على ايه؟ انه يعني تقديم كل الدعم للانتاج الزراعي والحيواني. وانه انا يعني اعلن سعر توريد الذره وفول الصويا وعباد الشمس عشان الناس تورط. لانه الحل في الازمه اللي احنا موجودين فيها ان يزيد الانتاج. الناس تزرع وننتج ويبقى فيه متوفر منتجات. كانت في مشكله الدواجن لانه احنا بنستورد الاعلاف من الخارج، فانت بتتكلم على الذره وفول الصويا تحديدا كان فيهم مشكله في استيرادهم، بتدفع مبالغ عشان تستوردهم، فانت بتعمل يعني اللي هو ايه، بتعزز انتاجك هنا عشان ما تبقاش في ازمه اعلاف، فسعر الفراخ يزيد وسعر البيض يزيد وانت تصرخ من زياده الاسعار. بصوا يا جماعه، الحكايه معادله بسيطه جدا. انا كمواطن احيانا اقول لك انا مالي، انا ماليش دعوه، الاسعار زياده نزلوا الاسعار دي، شوفوا مين. مع اعترافي انه في مافيا تجار في مصر، واعترافي انه الحكومه مقصره في مواجهه او في ضبط الاسواق، ده قناعتي الشخصيه انه لابد من بذل مزيد من الجهد
من الحكومة لضبط الأسواق، وهذا أمر الناس كلها شايفاه. لكن في النهاية دي معادلات. بمعنى إيه؟ أنا عندي إنتاج فمش هبقى محتاج. في بضائع بتنزل الأسواق يبقى العرض أكتر من الطلب فالأسعار تزيد. طب العرض أقل من الطلب الأسعار تقل، فالعرض طيب أقل من الطلب فالأسعار هتزيد. مش كيمياء والله، مش كيمياء ولا فلسفة ولا أسهم نازلة وأسهم طالعة وخبراء اقتصاد وبتاع. هو إحنا عشان بس ما نضحكش على بعض، يعني أنا ما بنتكش فالحقيقة تبقى صعبة. ما بصدرش فما فيش عندي دخل، ففي فجوة كبيرة جدا بين إيراداتي ومصروفاتي، فيبقى الحياة صعبة بالنسبة لي. هي الحكاية مش محتاجة مزيد من الشرح. فالحكاية في العام، فتلاقي هنا التوجيه في إيه؟ نهتم بالإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وإنك يعني تدعم الفلاحين. وهنا دور وطني لابد أن يقوم به الفلاح المصري، لأنه خلي بالكو ما هو كل مواطن وكل فئة عليها مسؤولية عشان البلاد تعدي والبلاد تمشي. ولما يبقى في أزمة هنا الفلاح المصري عليه مسؤولية وطنية كبيرة جدا. الدولة بتقدم لك دعم، بتخطي ناحيتك خطوة أو خطوتين، أنت بتخطي تجاه الدولة خطوتين ثلاثة أربعة خمسة، لأنه الحكاية مش هتخلص إلا كده. إنما أنا ماشي، أنا يا دولة بدعم الفلاح وبهقدم دعم، والرئيس بيوجه بتوجيه الدعم وإعلان الأسعار بتاعت المحاصيل عشان يتم التوريد وتشجع الناس وتعمل حوافز، لانه الفلاح ما هو لازم يعيش ولازم يعيش كويس. لكن انا بتكلم في الظرف ده اللي احنا فيه، انت محتاج كل الناس تقدم مصلحة البلد خطوتين ثلاثة على مصالحها الشخصية. ناس كتير هتزعل من الكلام ده، والناس اصلا يعني ايه مناخيرها خلاص، روحها بقت في مناخيرها. لكن الكلام الحق لازم نقول انه في الظرف ده مش هيتغير حاجة الا زي ما بقول لحضراتكم، يعني خطينا او وضعنا مصلحة البلد قدام مصالحنا الشخصية خطوتين ثلاثة. الفلاحين هنا لازم يبقى دورهم واضح جدا جدا، ويبقوا بيشتغلوا بالمنظومة اللي تؤدي لزيادة يعني منتجات معينة، لانه ما هي الاسعار مش هتقل الا كده. لازم يبقى فيه انتاج زيادة. انما انا هستورد، هتشيل انت الفرق السعر، يعني ما عنديش انتاج سلع معانا هستوردها واوفر لها النقد الاجنبي، انت اللي هتشيل. وهنا المساله ايه؟ ببساطه مش نوع بقى من ان هو ده اللي موجود، لانه هذه المشكله مش مشكله قدريه، دي مشكله معادلات اقتصاد معروف. فنشوف كده احنا امورنا ماشيه ازاي، وكل واحد يعمل اللي مطلوب منه في مساحته. لا عاوزين زيادة ولا عايزين نقصان في هذا الأمر، وربنا يقدم يعني الخير كله لبلدنا. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد. الكلام اللي أنا قلته ممكن ما يعجبش ناس كتير جدا في مسألة إنه كل فئة عليها مسؤولية ولا بد أن تقوم بها، وإنه المعادلات مفهومة، لكن أحيانا المعادلات بتبقى مختلة. يعني صديقنا العزيز مهندس حسام الدين مصطفى بيقول لي طيب عندك معادلة غير مفهوم، يعني أنا بتكلم على إنه المعادلات مفروض إن هي مفهومة. أنت في إنتاج يبقى العرض كتير من أكتر من الطلب فالأسعار تقل. لو الإنتاج مش كافي فيبقى الطلب أكتر من العرض فالأسعار تزيد. عايز في استيراد، الاستيراد أكتر وبستورد سلع كتير وبتاع، فلازم أوفر نقد الأجنبي فالدولار سعره يزيد. ففي الاخر انا اللي بشيل كل ده. فهو بيقول طيب في معادلة غير مفهوم، الرز موجود اكتر، يعني العرض بتاع الرز اكتر، معروض اكتر، لكن المنتج حبسه مع وصول السعر الى 18000 للطن، والمنتج منتظر هل من مزيد. هي دي يا فندم مهندس عصام الدين مصطفى، هي دي المشكلة. وده اللي انا بقول عليه، ان كل فئه اللي بيزرع واللي بيتاجر، تاجر الجمله وتاجر التجزئه، انه في لحظه معينه لابد ان نضع مصلحه البلد قبل مصلحتنا الشخصيه قبلها بخطوتين ثلاثه اربعه، وتحديدا في وقت الازمه. لكن انا بتكلم على هذا فساد، انا بعتبر
انه الشخص المزارع اللي بيحجب السلعة عنده عشان سعرها يزيد، او التاجر اللي بيحجب السلعة عنده عشان سعرها يزيد، سواء تاجر جملة او سواء تاجر تجزئة، انا بعتبر ان ده فساد. وفساد لابد من ان الناس تتعاقب ونبقى شايفين مين اللي بيتعاقب، لانه المسألة لما بتبقى متسابة كده في حالة سيولة، خلاص ما حدش بتسأل. ما حدش بتسأل ليه الناس بقى تتقي ربنا؟ وهنا ايه؟ يعني انا بتكلم بقى تتقي الدولة، يعني هنا مسألة انه الدولة معاها قانون، القانون ده يفعل عشان الناس تتقي الدولة. انك تتقي ربنا ده بقى بينك وبين ربنا، ربنا اللي عازبك عليه. احنا بنتكلم هنا في الدنيا، تمشي في الآخرة. يعني انا ما بكلمش التجار على يقول له يا اخي اتقي ربنا، لا انت حر، لان ربنا اللي هيحاسبك. لكن انا بتكلم على الزام التاجر انه يتقي الدولة بالقانون. فهذه المعادلة حضرتك بتقول ان دي معادلة مش مفهومة، لا دي معادلة فاسدة، معادلة فاسدة، انه الحاجات الناس بتحجبها عشان سعرها يزيد، دي معادلة فاسدة. لكن احنا عندنا حاجات احيانا، وانا عايز اتوقف عن كاتبنا الكبير، انا يعني اعتز به واقدره جدا، الاستاذ مصباح قطب. استاذ مصباح قطب من الكتاب اللي لما بتقرا لهم بتستمتع باللي هم بيقولوه الحقيقه، وكاتب من الكتاب الاقتصاد اللي هو ايه، بيحلي الاقتصاد، يعني تقدر تقرا كده وانت فاهم ومستمتع. انا لقيت الاستاذ مصباح قطب النهارده على صفحته على الفيسبوك كاتب ايه، قال لك مرعب جدا ان يفقد الوطنيون كل رغبه في المشاركه او النقاش او الكتابه او الكلام او حتى طرح السؤال، يأسا من ان يستمع اليهم وحاطط نقط. كويس، انه بيقول انه حاجه مرعبه ان الوطنيين، وهنا نحط دي بين ايه، بين قوسين، الوطنيون يفقدوا كل رغبه في المشاركه او النقاش او الكتابه او الكلام او حتى طرح السؤال. وفي هنا ايحاء انه يعني الناس خلاص زهقت ويأست ومحدش عايز يتكلم ومحدش عايز يقول، وان الكتابة ملهاش لازمة والكلام ملوش لازمة. في نفس اليوم اللي الاستاذ مصباح كاتب هذا الكلام، مع تحفظي على استخدام كلمة الوطنيون، لانه انت هنا ايه، بيحلو مثلا للمعارضة ان هم يبقوا بيسموا نفسهم ان دول الوطنيين. طيب اللي هم مش معارضة، اللي هم مع الدولة او الحكومة او النظام، او خلينا نقول مع النظام يعني والحكومة عشان ما اخلطش الاوراق، فلا مشكوك في وطنيته. ودي شوفونية غريبة جدا. طيب في نفس اليوم اللي كتب فيه الاستاذ مصباح قطب بهذا الكلام، نشر مقال في جريدة المصر اليوم، لانه مقالاته بتنزل في المصر اليوم، بما يعني انه هو الراجل ما فقدش الرغبة في الكلام والمناقشة والنقاش، هو بيطرح رؤية، وبما يعني ايضا انه الكتاب اللي زي الاستاذ مصباح ما ينفعش يعبروا بهذه الروح التشاؤمية طالما انه لديه القدرة على الكتاب. طيب كتب ايه، وانا عايز اقرا لحضراتكم هذا المقال مساهمة مني في يعني يمكن نشر اكتر للمقال اللي كتب. فقال انه على الرغم من الافراط المصري الشديد في استخدام احدث ما في العالم او ارقى المعايير العالمية او الاول من نوعه، فان المرء يمكنه ان يقول بدرجة معقولة من اليقين ان طموحنا لا يزال محليا او شبه اقليمي في افضل الاحوال. والدليل الابرز على ذلك يأتي من ان احدا لا يغضب كثيرا حين يرى مؤشرات مصر في التقارير الدولية المختلفة، وكيف أن دول عربية سبقتنا حتى في مؤشر القوى الناعمة الذي يفترض أنه لعبتنا، وفي أفضل الأحوال قد تكون مصر الأفضل عربيا أو إفريقيا في هذا المؤشر الفرعي أو ذاك فقط. حلقت مصر في ظني في الأفاق العالمية أو أفاق العالم الثالث في الخمسينات والستينات بأجنحة الرغبة والقدرة والعلم والثقافة، وكانت بلدا طموحا وقت ذاك، او بمعنى اخر وضعت اقدامها على طريق الطموح العالمي رغم كل الاختلاف الحاد حول ناصر وزمنه ومؤشرات ذلك الزمان تبين ذلك. وبيكمل الاستاذ مصباح قطب بيقول، لكن مناط المناقشه الان هو البحث عن تفسير لتواضع طموحنا
واحتفالنا الساذج والمطول بأي إنجاز فيه رائحة أكبر أو أوسع أو الأول من نوعه في كذا أو ماذا. واجتهادي ككاتب تابع الكثير داخل دواليب الدولة والحكومة عبر عقود أن السبب هو ما أسميه فلسفة بس ربنا يقدرنا ونأكل الناس دي كلها عيش ونوفر لها الزيت والرز وكوب الشاي. وبيقول لا مزايدة على وجوب أن تتوفر مثل تلك السلع، لكن هذا النهج في التفكير لا يضمن مبدئيا توفير ذات السلع مستقبلا، ولا يمكن أن يصنع طموحا على مستوى الدولة أو المؤسسات والشركات أو حتى الأفراد. وهناك استثناءات بالطبع خاصة فيما يتعلق بالأفراد، فبحكم قانون الأعداد الكبيرة فإنك ستجد في النهاية في مصر أفضل طبيب عربي أو مهندس أو كيميائي أو فيزيائي أو صيدلي أو مبرمج أو روائي، وربما تجد أسماء مصرية من هؤلاء لها حضور عالمي مشهود، لكن كل ذلك فرد، حاجات فردية يعني. أفراد بنوا حضورهم على ركبة جمالهم وليس في إطار طموح قوم. مصر تكبح طموح نفسها بنفسها وكأنها تستسهل الأداء الروتيني وتخشى المغامرة وتقع مسؤولية ذلك على الدولة قبل المواطن. بيطرح الأستاذ مصباح قض فكرة في منتهى الأهمية، إنه إحنا دلوقتي زي ما هو شايف إنه في كبح للطموح، إن إحنا طموحاتنا بقت محلية، وإن إحنا بنعمل دوشة وبنحتفل بأي حاجة نقول الأكبر والأعظم وهو الآخر والأوسع، وإن مسؤولية ده بتقع على الدولة قبل المواطن. وبيقول ولن تجد في مصر مثلا محافظا أو وزيرا أو رئيس مدينة أو مركز أو قرية أو رئيس جامعة أو صحيفة أو شركة إلا نادرا جدا يريد ويعمل لكي تكون جهته بين الكبيرة عالميا. وبيضرب مثل بيقول مهاتير محمد قام بحل عبقري لهذا الانكماش الطموحي عند مواطني، فدرب منهم من يعبر المنش ومن يصعد جبال الهيمالاي وبنى أعلى برج في العالم في حينه فقط ليقول لشعبه أنتم مثلهم تستطيعون، وما تسمعون عنه وتنبهرون به يمكنكم القيام به وإبهار غيركم. وقد عكست مشاركة النادي الأهلي الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية هذا الأمر بوضوح شديد. فلم يظهر لنا أبدا أن الأهلي يريد أن يكون بطلا للعالم، وكأن هم فقط هم الذين يمكنهم ذلك، أما نحن فلسان حال اللاعبين والجهاز الفني ولجنة التمثيل المشارك، ومعه البطولات المحلية وبعض الإقليمية. وبيقول الأستاذ مصباح قطب كمان أستطيع أن أقول بضمير مستريح أن أهم ما ساعد بعض دول الخليج على تحقيق قفزة في المؤشرات الدولية ليس فقط السكان أو كثرة الموارد قبل أن يكون الانطلاق من نقطة طموح عالية والاستعانة بأفضل العقول في العالم التي تساعد في تحقيق ذلك. ولهذا سيظل بيختم مقاله بقى، ولهذا سيظل يدهشني كيف أن مصر لم تسعى إلى جذب هذا العلامة أو ذاك من إفريقيا والعالم العرب والعالم، مع أنه حتى عبد الناصر الشمولي كان حريصا على أن يلتقي بكبار عصره في العلم والفكر والإعلام والسياسة ويستعين به. يبدو أننا لا نريد أن ندفع الثمن فالعلالي ثمنه فيه مثل الغالي تمام. الفكرة اللي بيطرحها الأستاذ مصباح قط فكرة عظيمة جدا، لكنها فيها بعض التضليل. يعني حتى المثل اللي هو بيتكلم ان هو ايه احنا بنحتفل بيه احدث ما في العالم او الاول من نوعه او الاكبر او الاوسع، وبعدين لما جه يضرب مثل بمهاتير محمد انه ازاي عالج الانكماش الطموحي عند مواطنيه، فبنى اكبر هو بيقول فدرب منهم من يعبر المنش ومن يصعد جبال الهيمالايا وبنى اكبر برج في العالم في حينه فقط ليقول لشعبه انتم مثلهم تستطيعون. طب هو احنا عملنا ايه غير كده يا استاذ مصباح؟ يعني نصا رئيس عبد الفتاح السيسي قال ان احنا جينا في 2014 اعلنا عن مشروع قناه السويس الجديده، وقلنا ان المشروع ده المصريين يمولوه من فلوسهم، وجمعنا 64 مليار جنيه في اقل من شهر، والرئيس اعلن ان كان هدفه ان يقول للمصريين احنا نقدر نعمل. فايه الفرق؟ يعني التجربة واضحة، ولا هو الشيخ اللي بعيد سره باتع؟ يعني ده هذا اتهام باطل، يعني اتهام انه في كبح للطموح في مصر باطل. انت بتتكلم عن الاهلي وانه البان الاهلي ان هو مش عاوز ياخد بطولة كاس العالم؟ لا، ده فيه كلام
يعني اللي هو كاس العالم للانديه، لا ده في كلام مضلل يا استاذ مصباح، وفي ظلم. هو ليه حاله ان كل من يستطيع صياغه جمله يبقى في النهايه بيظلم البلد؟ في مشاكل انا معاك نقعد نتناقش فيها، وفي تجارب نقعد يعني نتحاور حواليه، لكن البلد دي خلال السنين اللي فاتت اللي قدرت تغير نظام لانه شايفه ان هو يعني هيضر البلد. وزي ما بقول لك، لو انت بتضرب لي مثل بمهاتير محمد اللي هو يعني عايز يعمل انطلاق للطموح عند المواطنين، فدرب واحد عشان يعبر المنش، وانت البطولات الناس بتقول سكواش بتوعك والابطال اللي هم بيعملوا ارقام قياسيه، والناس اللي عملت ميداليات ذهب وعملت ميداليات فضه وعملت ميداليات برونز، يعني مش معدين علينا ليه؟ واحنا بنكتب والله بجد. انا طبعا يعني انا معجب جدا بهذه الفكره اللي هو الطموح، يعني اللي هو ايه، كبح الطموح زي ما الطموح المكبوح. لا احنا ما فيش عندنا في مصر طموح مكبوح، بس احنا عندنا مشاكل في مصر يعني اكتر مما يتخيل احد. وحضرتك راجل بتاع اقتصاد، فعارف ان ال 104 مليون دول بالظروف اللي تعاقبت ممكن يعطلوا اي انطلاق، محتاجين تعليم ومحتاجين تدريب و و و الى اخره. فاللي هو انت بتتكلم يعني ليه بقول المقال ده؟ اولا زي ما بقول لحضراتكم انه هو الاستاذ مصباح بعد ما قال لك انه مرعب ان يفقد الوطنيين كل رغبه في المشاركه، ما هو الناس ما بتسمعش ليه يا استاذ مصباح؟ يعني هذا الكلام اللي حضرتك قايله، انا لو مسؤول هبص له كده بعين الريبه، هقول له هو الراجل ده مش معانا في مصر ولا ايه؟ يعني مش معانا في مصر؟ مش موجود؟ يعني ما شافش حاجه؟ لو انت بتتكلم اللي هو قال لهم هبني اكبر برج في العالم عشان يقول لمواطنيه بس ان انتوا تقدروا، لما جينا نعمل البرج الايقوني او مصر تعمل البرج الايقوني في العاصمه الاداريه وانه ده اكبر برج في افريقيا مش في العالم، ناس قال لك ايه ده، وبرج وفي الصحراء والاكل الناس فين، يعني مش عارف ايه. لما بنقرا بدقه بنلاقي ان في مشكله، فالطرح هنا غير واقعي. يعني انت تتهم بلد بما ليس فيه، تتكلم على الادباء والشعراء انت جايزه المرشحين القائمه الطويله للبوكر فيها خمس روائيين مصريين، فاللي هو انت يعني عايز ايه؟ مش عايز ايه كشخص طبعا، يعني هو شخص على دماغي، لكن انا بتكلم على الكتاب هنا. فكره انه زي ما بتقول انه في مشكله في الثقه ما بين الشعب وما بين الدوله او النظام، انا شايف ان فيه ازمه ثقه بين النظام او المسؤولين في مصر وبين النخبه المثقفه والمفكرين والكتاب. هم شايفين الناس دي ما بتتكلمش عن الواقع. يعني لو انت مثلا بتتكلم على الطموح العالمي، لما اتعمل منتدى شباب العالم يا استاذ مصباح، الامم المتحده اعتمدت منتدى شباب العالم المنصة الأولى للحوار بين الشباب في العالم. يعني طب فإذا هذه الكتابات، أجاوب على السؤال إنه لماذا لا تلقى كتابات كثير من الكتاب صدى لدى المسؤولين؟ أولا لأنها كتابات غير واقعية. ثانيا لأنها كتابات غير منصفة. ثالثا لأنها كتابات لا ترى ما يحدث على الأرض ثم تطالب بيه، يعني هو بتحقق. يعني في حاجات كتيرة بتتحقق، وعايز أقول إنه إحنا ما عند الطموح في البلد بلا حدود، ده أحيانا يعني الناس بتأخذ على الرئيس إنه طموحه بلا حدود، يقول لك المشروع ده لا يخلص كذا، عاوزين نلحق كذا، عاوزين نعمل مش عارف إيه. فأنا شايف إنه يعني الإجابة على السؤال أو المشكلة اللي بيتكلم فيها الأستاذ مصباح قطب وهو يعني كاتب مرموق الحقيقة، هو بيكشف لي إنه ليه المسؤولين فعلا ما بيسمعوش أو ما بيستجيبوش لكثير من الكتابات، لأنها كتابات خارج الزمن إلى حد كبير. وبشكر الأستاذ مصباح قطب على هذا المقال بالطبع. طيب خلونا نروح للنقابة العامة للفنانين التشكيليين، لأنه صدر كده عن
النقابه بيان تحذيري غريب شويه، يعني حاسس انه فيه حاجه وراء هذا البيان. قال ايه البيان بتاع نقابه الفنانين التشكيليين؟ انه تحذر النقابه العامه للفنانين التشكيليين الساده الفنانين اعضاء الجمعيه العموميه وكل الجهات المتعامله مع النقابه من وجود تزوير بكرنيهات النقابه ومحاوله انتحال صفه الامين العام، حيث ورد الينا كرنيهات عليها توقيع منسوب للامين العام دكتوره ريهام عمران، علما بان هذا التوقيع ليس توقيعي وانما لاحد الاشخاص مجهول الهويه من الخارجين على القانون، وسوف يتم ابلاغ الجهات المعنيه لمعرفه مرتكب هذا الجرم ومحاسبته قانونيا لاضراره العمدي باعضاء النقابه واموالها، والتي تعبر وفقا للقانون تعتبر وفقا للقانون اموال عامه. والتوقيع امين عام نقابه الفنانين التشكيليين دكتوره ريهام عمران. طيب اذا في مشكله في النقابه العامه للفنانين التشكيليين. تفاصيل اكثر خلونا نستمع اليها من دكتوره ريهام عمران امين عام نقابه الفنانين التشكيليين. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. ايه يا فندم الحكايه دي وكرنيهات مزوره ومجهولي هويه وخارجين على القانون، ايه اللي حصل عندكم ده؟ والله الحقيقه احنا ممكن في الاول توطي والله انا عايز ممكن توطي التلفزيون طبعا. توطي التلفزيون الاول. تمام، احنا عايزين والله الاول ببلغ حضرتك التحيه الخاصه مني انا واعضاء مجلس الاداره الاغلبيه المطلقه. برنامج حضرتك ليه السبب ان هو يتطرق لمشكله نقابه الفنانين التشكيليين. احنا بقالنا حوالي 3 سنين في المجلس في مشاكل وفي الحسابات كلها بتاعه النقابه مجمده. بسبب ايه يا فندم؟ يعني حسابات النقابه مجمده في 3 بنوك. في البنك الاسكندريه بما فيها صندوق المعاشات والبنك العربي الافريقي. وتم التحفظ على حسابات اتفتحت بالمخالفه للقانون في البنك الاهلي. تمام. الكلام ده تحفظ لعمليات السحب بس، اما الايداع متاح وللاسف ما بيتمش ايداع ولا جنيه من فوق السنه ونص. طب احنا وصلنا للوضع ده ازاي يا فندم او بسبب ايه؟ والله احنا كنا موجودين في النقابه منتخبين كمجلس اداره 15 عضو. حصل شويه اشكالات ما بين بعض اعضاء المجلس، انا فضلت موجوده فتره لحد ما اكتشفت ورق فيه مخالفات ومخالفات للحقيقه. وتم ارساله لبنك اسكندريه زي ما حضرتك شايف دي افاده التجنيد. احنا كان معانا يعني لو ريت نعرضها يا شباب. مظبوط كده. بعد كده لما لقيت الورق ده فيه مخالفات انا تخوفت على اموال النقابه لان ده مال عام، وعملت مذكره للبنك ان ده ورق مخالف وشخص ملوش صفه موقع على انه هو عضو مجلس. طبعا البنك من حقه يجمد لما يجي له اوراق مخالفه للحقيقه. واتجمدت بناء عليه في 15 اغسطس 2021 حسابات النقابه. هي اجمالي الاموال دي كام يا فندم؟ الحقيقه احنا نقابه ما هيش غنيه، المعاش فيها 75 جنيه في الشهر. تقريبا اللي اتجمد ده حوالي 2 مليون، انا بتكلم على الجاري اللي هو بيتم. لا اول حاجه بتقولي المعاش في النقابه كام؟ 75 جنيه؟ 75 جنيه في الشهر وبيتم خصم شهر منه. ايوه فعلا 75 جنيه. ايوه ما انا بتاكد ان انا سمعتها صح يعني. صحيح. فطبعا الناس دي مش متحمله اي لعب في الحسابات بتاعتهم. انا تخوفت طبعا لما ورق يروح في مخالف للحقائق ومكتوب اسامي ناس ما لهمش صفه. حصل يعني موضوع كبير وعملت مذكره وتم التحفظ على الحساب. وبعديه البنك العربي الافريقي، بعد كده اكتشفت ان في حساب مفتوح من ورا المجلس وبدون علمنا في البنك الاهلي وتم التحفظ عليه طبعا من الجهات المعنيه. الحقيقه اللي لحق التوقيع هو الوكيل والامين العام وامين الصندوق، اي توقيعين مجتمعين. يعني الامين العام والوكيل وامين النقابة الصندوق. وامين الصندوق لازم اتنين اتنين منهم. تمام. هي ما معهاش النقيبه، ما معهاش الا بنت الصندوق، هي بتدعي استبعاد 12 عضو مجلس اداره منتخبين من اجمالي 15 عضو. انا بعد ما تم تجنيد الحسابات وخاصه بعد الاهلي، في بعض اعضاء المجلس تفضلوا مشكورين كتبوا لي مذكرات لان ده في طغيان على حقهم. صحيح. بدون علمهم. صحيح. لما عملت لهم شكر على الفيسبوك تم ادعاء ان هم كمان مش موجودين في المجلس وحصلت مشاكل، واتفاجئنا ان النقيبه بتعمل انتخابات على مقاعد مجلس الاداره في شعبه التصوير والديكور.
طب عملنا قضيتين. ده قانوني ده مش قانوني لا ده؟ طبعا، لا لا، حق الدعوة ده للمجلس، والمجلس موجود في المناصب بتاعته. احنا ناس منتخبة معتمدين من معالي وزيرة الثقافة. عملنا قضيتين، قضية فيها 10 أعضاء مجلس إدارة، من ضمنهم أنا واحدة فيهم، ووكيل النقابة ورئيس فرع المنصورة وباقي أعضاء المجلس. وفي قضية منفصلة، الكلام ده كان في 16 مارس 2021، عفوا 22. تمام. وبعد كده أخذنا أحكام قضائية ضد النقيبة، وهم ادعوا إن هم صرفوا 200,000 جنيه من إيرادات النقابة. معرفش إزاي اتصرفوا، والحسابات مجمدة، كل ده من إيرادات النقابة ومن غير ذي صفة، ما معاش حد يمضي على حسابات أصلا. بس هي صرفت الفلوس من البنك يعني؟ لا طبعا، من الإيرادات، البنك من الإيرادات. مجمد. يعني من الفلوس اللي بتيجي للنقابة مباشرة، اللي من هي اللي هي اشتراكات اشتراكات مثلا. الأعضاء، نسب 2%، كل ده بدون رقيب وبدون ذي طب صفة. انتوا ما عندكوش مستشار قانوني في النقابة؟ ما هو للأسف هو محامي، هي جابته، المجلس قبل اعتذاره في أول مجلس إدارة، بعد كده هي رجعت جابته، تقاضى مرتبه بتوقيعي في شهر 7 سنة 2021، آخر صرف قانوني قبل تجميد الحسابات. ولما جمدت الحسابات ادعى، عمل لها فتوى إن أنا مستقيلة في شهر 2. ده اسمه ايه المحامي ده يا فندم؟ اسمه دكتور حسام لطفي. يعني عمل لها فتوى يعني ايه؟ بيعمل لها فتوى كده، ومحامي، محامي بيكتب لها انا بفتيك ان دي مستقيله. طب انت بتقبض من واحده مستقيله؟ في حد مستقيل يجمد حسابات النقابه؟ وادعوا ان الوكيل النقابه مستقيل، وادعوا يعني وصلوا ان هم يدعوا 12 عضو مجلس ان هم مش موجودين في النقابه، ناس منتخبه. وطبعا ده كله احنا عمالين بنناشد، طبعا في كل خطوه انا ببلغ وزاره الثقافه علشان ما يختمولهاش على طب اوراق. وايه الرد من وزاره الثقافه؟ والله هم ما ختمولهاش ورق، هي بعتت لهم برضو اسامي ناس كده ما اعرفش جايباهم منين، بتقول لهم دول اعضاء المجلس. تمام. فالنقابه عملت رفض، معاها، الوزاره عملت ايه؟ ما ختمولهاش الورق طبعا، ما كل، والبنوك رفضت الورق اللي هي بتبعته والمحاكم، وتحصلنا على احكام قضائيه ضدها. تمام. يعني احنا اخذنا احكام قضائيه بالغاء الانتخابات اللي هي عملتها، بعد كده اتفاجئنا بيها بتدعو لعقد جمعيه عموميه والحسابات مجمده، ما فيش لا ميزانيه، وهي مش صاحبة حق دعوة أصلا. واحدة عضوة أستاذة ملك الديربي رفعت قضية مستعجل ولغت لها الجمعية العمومية. وفي كل بقى قضية بنتفاجئ إن هي بعت ورق في أسامي ناس مالهمش صفة بتدعي إنهم أعضاء المجلس. مين النقيب يا فندم؟ مين النقيب؟ اسمها دكتورة صفية الأباني. دكتورة صفية الأباني. الأباني. القباني. القباني. احنا بنتكلم على نقابة فنانين تشكيليين، يعني في انتوا عندكم اسماء كبيرة ومهمة يعني. ده احنا بعد ما خدنا الاحكام دي حضرتك تخيل، نروح النقابة نتفاجئ ان الموظفين من جوه يقفلوا النقابة، حاولنا ندخل الاقي موظف يزقني بباب النقابة تعدي ويشدوا سكينة الكهرباء. دي الواقعة دي امتى يا فندم؟ دي كانت بالظبط في يناير 22، وفي تحقيقات في النيابة العامة حاليا. حاليا الموضوع ده. طبعا، لكن ده طب الواقعه الاخيره دي بقى بتاعت الكرنيهات، انا اتفاجئت. انت حضرتك بتقولي ان في كرنيهات مزوره باسمك بقى بتوقيعك، يعني طبعا توقيعك تم هو ده تزويره. مش توقيعي، ده مش توقيعي. ما هو توقيعك تم تزويره بقول يعني. طبعا طبعا، انت حال صفتي. انا اتفاجئت طبعا، الناس بيقولوا لي ده هي مخليه سين من الناس يوقع على الكرنيهات. ما صدقتش لحد بقى عضوة من المجلس وبعض الأعضاء لقيتهم بيبعتوا لي صورة الكارنيه. أنا تخوفت لأن حصل تدليس على بعض الجهات وعلى جهات خارجية للأسف، وعلى مجلس النواب، وفي كل حتة بلاقي ورق رايح بأسامي ناس على اعتبار إن هم أعضاء المجلس وهم مش أعضاء مجلس. كان لازم عليا أحذر الناس وأحذر أعضاء المجلس وأنادي جهات الدولة. أخدت إجراء قانوني يا فندم؟ انا الحقيقه انا لسه شايفه الكلام ده كله، طبعا هاخد اجراءات وبلغت جهات، بعض الجهات طبعا لازم. يعني احنا عندنا دلوقتي المقر كمان اتفاجئنا بيها، بتقول لنا انا هفتح مقر في اسوان فجاه، مش من حقها. طبعا خاطبت سياده المحافظ. طيب دكتوره ريهام، لانه عشان نبقى برضو عاملين شغلنا اعلاميا بشكل صحيح، احنا معانا دكتور حسام لطفي المستشار القانوني للنقابه العامه للفنانين التشكيليين. دكتور طبيعي. حسام اهلا بيك يا فندم. دكتور حسام. ايوه فندم.
يعني انا بتناقش مع دكتوره ريهام عمران على المشكله اللي في النقابه العامه للفنانين التشكيليين، ولانه جه ذكر اسم حضرتك فلابد ان احنا يعني نرجع لك في هذا الكلام فيما يتعلق لي بالدعوه لي للانتخابات اللي حضرتك، يعني الدكتوره ريهام بتقول ان حضرتك منحت النقيبه فتوى بانه صحه هذه الانتخابات على وهو امر غير قانوني، فحضرتك تقول لنا ايه عندك؟ يا فندم، الأول أنا أربأ ببرنامجك إنه السيدة ريهام عمران تتكلم وتخوض في القانون بدون علم. هذه السيدة استقالت من عضوية نقابة الفنانين التشكيليين، استقالة مكتوبة في سجلات النقابة، واستقالت من منصبها كأمين عام. تمام. ثم بعد ذلك اصطنعت خاتم لنقابة المهن الفنانين التشكيليين، وطبعت ورق لنقابة الفنانين التشكيليين، وبتحضر لقاءات بصفتها الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين، وتقدمت ببلاغ للنائب العام حقق على مدار 6 أشهر، وانتهى بقرار من النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية وانتفاء صفتها في الشكوى. فالحقيقة إما يبقى عند حضرتك مجلس إدارة في ناس مستقلين تتصعد اللي وراهم في الترتيب في الانتخابات. بعد ما يتصعد اللي وراهم، لو ما لقيتش حد يتصعد لازم بتعمل انتخابات التجديد الدوري في النقابة. فما هو الخطأ فيما قام به المستشار القانوني عندما حل ميعاد التجديد الدوري للنقابة انه افتى بجواز التجديد الدوري للنقابة؟ اين المشكلة؟ واين المشكلة بالنسبة لها انها قد استقالت وتراجعت عن الاستقالة بعد قبولها؟ بعد قبولها يا فندم، وفي واحد تاني بيقوم بهذا العمل بقاله 1.5 سنة. وعمر النقابه اللي فاضل دلوقتي 6 أشهر، يعني احنا فاضل لنا في عمر المجلس ده 6 أشهر. عمر المجلس ده، العمر ده هينتهي في نهايه السنه. بدل ما تتعاون بحيث ان احنا نعمل خير لاهل النقابه وهم يستحقون هذا الخير كله، الحقيقه هي تفرغت منذ اليوم الاول انها ترفع قضايا وتعمل محاضر في النيابه العامه وكلها رفضت. فهي بتتكلم مع حضرتك وتعلم تماما بصدور قرار من النائب العام بحفظ جميع البلاغات المقدمه منها، والدعاوى اللي رفعتها خسرتها. تمام. طيب انا فاضي ارد دكتور محمد. دكتور حسام، يعني احنا بنجري حوار بنصل فيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا لمصلحه اعضاء نقابه الفنانين التشكيليين، ودي نقابه غالية علينا يعني فنانين وبنقدرهم. بس خليني دكتورة ريهام، أنا يعني دكتور أرد طبعا. دكتور حسام قال أنه أولا حضرتك مستقيلة. أنا سمعت مستقيلة. اللي هو قاله. اتفضل. أنا هرد على كل كلمة قالها. أولا اتفضل. احنا بس الأول إيه، خلينا نحط قواعد الحوار. احنا بنفند الكلام أو بنرد طبعًا على أرضية الاحترام والتقدير. طبعا. تمام طبعا. لا انا فاهمه كويس قوي. اولا مجلس الاداره قبل اعتذار دكتور حسام لطفي في اول مجلس اداره، ثم اكدنا بالاغلبيه المطلقه على قبول اعتذاره وتطبيق الاجراءات القانونيه، هو ليس ممثل قانوني للنقابه. ثاني حاجه اللي حضرتك هو دكتور حسام بيتكلم قابض بتوقيعي في شهر 7 سنة 2021 اخر صرف قانوني، وبيدعي استقالتي في شهر فبراير. هو شهر 2 بيجي بعد 7 ولا بيجي ايه؟ تاني حاجة، ليس من صلاحية النقيب قبول اي استقالات ان وجدت، وده مش حقيقي. مش ممكن واحدة مستقيلة هتجمد حسابات النقابة انت حضرتك ولا هياخد حكم قضائي. حضرتك بتنفي انك تقدمت باستقالتك؟ طبعا. هو انا هجمد ومعايا حسابات النقابة وانا مستقيلة؟ ازاي هحصل على حكم قضائي وانا بصفتي امين عام النقابة؟ احنا واخدين احكام قضائية على خلاف اللي هو بيقوله. النيابة العامة حفظت اللي هو بيقوله ان هو ادعى ان احنا مش اعضاء مجلس زي الكلام اللي قاله لحضرتك، وتم حفظه. وهبعت لحضراتكم ورقة حفظ النيابة العامة باسمي شخصيا، وهبعت لحضرتك المحضر كل المستندات الرسمية. تمام. الكلام سهل لكن في مستندات رسمية هي اللي لازم نصدقها. تمام. يعني أنا بشكرك دكتورة ريهام عمران أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين. دكتور حسام حضرتك لسه معانا؟ أي فندم. طيب لو ناخد تعليق أخير على الكلام اللي قالته. سيدة ريهام عمران قالت إن تقدم البلاغ للنيابة العامة وحفظ، وده من النائب العام شخصيا. وقال إن هي قدمت استقالة وتراجعت فيها. وبتقول النقيبه مش من حقها تقبل الاستقاله. احنا كل اللي عملناه هي بتقول كمان في البدايه ان انا لم اعد محاميا على النقابه غير صحيح.
انا بمنتهى التحضر اول ما انتخب مجلس جديد تقدمت طلب اعتذار ان انا استقر، وقبل الاعتذار وبعديها بشهرين الدكتوره ريهام جت لي مكتبي مع السيده النقيبه وطلبوا اني استمر في العمل، وطلعوا والنقيبه طلعت وكاله ليا بتعامل بيها امام القضاء. فلا يصح ولا يليق يا دكتوره ريهام انك تقولي هذا الكلام. طيب. انا بشكركم على العموم. طيب. على يعني انا بشكر حضرتك، ولكن انا بدعو يا دكتور، يعني بدعو انه الناس يعني تصل الى كلمه سواء، لانه اللي بيبقى ضحيه ده اعضاء النقابه، الامور متجمده ومتعطله. لا ما فيش تجميد يا فندم، النقابه بتباشر اعمالها. لا تجميد، في تجميد للفلوس في البنوك، ده صحيح ولا لا؟ ودائع يا فندم، الودائع. ودائع عندها خزانه اللي هي الدفتر اليوميه ودفتر الاستاذ موجود جوه النقابه، والمعاشات تدفع في مواعيدها ولا توجد مشكله. الودائع الخاصه بالنقابه مجمده لحد ما ينتهي الخيار. طب حضرتك قريت البيان التحذيري بتاع الدكتوره ريهام اللي هو الكرنيهات اللي هو زور توقيعها عليها، برضو رايك في الواقعه دي ايه؟ يا فندم هل يتصور ان انا بقول بقالي 3 سنين انا لم تعد عضوا في الجمعيه العموميه للنقابه وليست امينا عام وهزور توقيعها؟ يعني حاطيها مشروعيه؟ هذه هي تعلم تماما من زورها، وهي على صفحتها على الفيسبوك ادعو حضرتك انك تدخل هتلاقيها كاتبه الامين العام للنقابه وبتوقع كرنيهات وبتوقع اوراق وبتستقبل في احتفالات فني تشكيلي بصفتها الامين العام للنقابه. شيء غريب جدا الحقيقه، يعني هذا العمل عمل تطوعي القصد منه خير. هو الكرنيه اللي هي نشرته في اسم تاني الامين العام، هو مين الامين العام الوقت يا فندم؟ الدكتور السروي. هو هي عارفه الاستاذ الدكتور السروي. مين الدكتور السروي ده؟ احنا هنعرف ان هو ساقط في الانتخابات حضرتك. ثانيه يا دكتوره ريهام لو سمحت، يعني الامين العام حضرتك اللي هو الماضي اللي هو الدكتور السروي ده، فده توقيعه ان هو الامين العام للنقابه. انا ما شفتش الورقه اللي هي حطاها، انما في كل الاحوال. طب هاتوها لنا يا جماعه على الشاشه لو سمحتوا. وعندنا نقيبه هي ليست لها صفه، اذا كان حد بيزور توقيعها فورا انا بدعوها للتقدم للنائب العام، نريد ان نعرف من الذي يعمل من اجل صالحها ان يصورها كامين عام وهي منتهيه علاقتها بالنقابه منذ 4 سنوات. تمام. بشكر حضرتك دكتور حسام. حياتي وبشكرك. بشكرك جدا يا فندم. اشكرك. تمام اسمحوا لي دكتوره يعني قولي لي كلمه اخيره على مساله انه كلمه اخيره لما حضرته يقول ان انا مستقيله وهو معترف بنفسه ان انا مجمده الحسابات وورق تجميد الحسابات موجود والقضايا موجوده والشيك مرتب واللي قبضه بتوقيعي معايا وموجود في البنك والمحاكم موجوده الاحكام القضائيه ضد النقيب مني ومن اعضاء المجلس وورقه حفظ النيابه العامه هبعتها لحضراتكم دي لسه كانت في شهر 11 اللي فات كان هو دكتور حسام لطفي بيدعي ان انا و11 عضو مجلس مش اعضاء مجلس. طيب. والنيابه طبعا احنا ردينا وهبعت لحضرتك صوره من المحضر الرسمي وهبعت الحفظ كامل، انا هبعت دي حاجات مستندات رسميه من الدوله. احنا في انتظار ده يا فندم، في انتظار ده. ارجوكم وبنناشد معالي وزاره الثقافه انا اللي هناشد دلوقتي. انا بشكرك مبدئيا دكتوره ريهام عمران وبناشد وزيره الثقافه، يعني وزاره الثقافه دي نقابه بتضم فنانين تشكيليين زي ما احنا شايفين خلافات قانونيه وفي كلام واحترامي الشديد للطرفين دكتوره ريهام ودكتور حسام لطفي طبعا. لكن انا بتكلم على ان وزاره الثقافه طالما ان في هذا الخلاف، هذا خلاف لا يليق او هذه مشاكل لا تليق في النقابه العامه للفنانين التشكيليين، فالوزيره لابد ان تتدخل ولابد ان تظهر ولابد ان تكون يعني لها كلمه. نشوف النقيبه الدكتوره صفيه القباني كمان يعني ايه الوضع، وهنبقى متابعين. يعني احنا حاولنا نكلم دكتورة صفية القباني النهاردة لكن يعني ما افلحناش في التواصل معها، لكن هنشوف الحكاية لانه احنا مش عايزين انه يكون هذا الجو موجود ابدا في نقابة زي النقابة العامة للفنانين التشكيليين. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة النهاردة لما قريت ما كتبه الكاتب والمفكر والفيلسوف والروائي الكبير دكتور يوسف زيدان على صفحته انزعجت جدا، لانه الدكتور يوسف اعلن انه ذبحه صدريه حاده نقلت الان على اسرها الى مستشفى سيدي جابر العسكري بالاسكندريه.
فدكتور يوسف زيدان من قامات هذا الوطن الفكريه اللي يعني عندما يتعرض لوعكه صحيه اعتقد انه كثيرين بيكون عندهم قلق وعندهم رغبه في الاطمئنان عليه. من دقائق عاد الدكتور يوسف زيدان ليكتب على صفحته: مرت الوعكه المفاجئه بسلام فجر اليوم، عانيت من ارتفاع شديد في ضغط الدم. يعني دكتور يوسف يوفر علينا كتير في شغل الاعلام الوصف الكامل لحالته الصحيه. عانيت من ارتفاع شديد في ضغط الدم 190 على 110 ورعدات متواليه بجانب صدري، وفي المستشفى ظل الاطباء عده ساعات يعملون على تخفيض ضغط الدم بعده وسائل، وكان المؤشر الايجابي بعد عمل رسم القلب انه لا توجد انسدادات تقتضي التدخل الجراحي، وعدت ظهرا الى المنزل على ان اعود اليهم غدا لاستكمال عمل الفحوصات. يعني دكتور يوسف بيشكر كل من انشغل به وسال عنه، دامت الموده والمحبه، ويعني احنا انشغلنا كثيرا عليك دكتور يوسف زيدان، والحمد لله على السلامه وان شاء الله تكون في صحه جيده طول الوقت. عايز اوري لحضراتكم حاجه ناس كتيره ممكن تتخض منها. شاب واقف امام الكعبه الشريفه بيعمل ايه؟ سمعونا كده. سيدي لي طوعني يا عبدي، طوعنا انا وحدي، مالك حبيب ليلي قبلي ولا بعدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي، انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم، وانا اللي علمتك من غير. يعني طبعا في تقوم قيامة البعض انه ازاي شاب واقف قدام الكعبة المشرفة وبيغني. طبعا هو بيغني اغنية القلب يعشق كل جميل، غنتها الست ام كلثوم، شادت بها الست ام كلثوم وكتبها بيرم التونسي ولحنها رياض السنباطي. والحقيقة انه يعني انا شايف انه الدفعة او الدفقة الشعورية الايمانية عند الشاب ده انه يتغنى بهذه الكلمات تحديدا عند الكعبة، يعني بتعكس قوة الشعر او قوة الغناء، انه هذه القصيدة او الاغنية اثرت هذا التأثير انه لا يجد اي تناقض ما بين انه يقف كده يغنيها في الكعبة. يعني لو واحد يقول لك هو رايح يغني في الكعبة يا اخي ما يسبح ولا يحمد ولا يعمل ولا بتاع، هو شايف انه ترديد هذه الكلمات من الاغنية الحقيقة يرقى الى درجة التسبيح والى درجة الحمد والشكر. هو يتعبد يعني لله بهذه الكلمات. وناس كتيرة جدا ممكن تستغرب يعني لانه ازاي ده يحصل. هوري لحضراتكم واحد من علمائنا الافاضل، يعني الدكتور رمضان البوطي، سعيد رمضان البوطي. دكتور سعيد رمضان البوطي واحد من الناس اللي هم كمان محبين للاوطان، لانه يعني في سوريا بعد أن أفتى القرضاوي بقتله قتل في المسجد. الدكتور سعيد رمضان البوطي بيتكلم عن هذه الكلمات اللي تغنت بها السيدة أم كلثوم. سمعونا كده دكتور رمضان البوطي بيقول إيه. مشاعر الندم وجاء يعبر عن مشاعره، ماذا قال؟ نعم كلام عامي، لكن هذا الكلام العامي ثوبني يوم من الأيام. يقول كنت أبتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيني، طوعني يا عبد طوعنا انا وحدي، مالك حبيب غيري قبلي انا وبعدي، انا اللي علمتك من غير ما تتعلم، انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم، لو تحسب جمايلي عليك وتعدهم بايديك من كل شيء اعظم، سلم لنا تسلم. دعاني لبيته لحد باب بيته، لما تجلى لي بالدمع ناجيته، هذا لسان حال كل عاصي، لم يرتكب المعصية استكبارا ولم يركن إليها عنادا ومبررا. يعني الكلام الحلو بيفضل كلام حلو، الكلام المعبر بيفضل كلام معبر. تيجي مثلا عند الشاب اللي هو كان بيتغنى بهذه الكلمات عند أمام الكعبة، فممكن
يعني ناس تعترض وتقول ده هو بيعمل ده عشان الترند وعشان السوشيال ميديا وعشان الناس تعرفه. والله انا بالنسبه لي لو حد هيعمل حاجه يطلع بيها ترند تبقى حاجه كويسه يبقى زي الفل، يعني ان هو ما قالش هذه الكلمات كده بينه وبين نفسه وهو لا ده صور نفسه ورفع الفيديو على السوشيال ميديا. لو هو عشان الترند والناس تعرفه انا موافق جدا طالما ان هو حاجه كويسه، لانه في اخرين بيبقوا بيجروا ورا الترند بحاجات يعني سيئه. هو هنا عامل حاجه كويسه، بس هي الفكره انه زي ما بقول لحضراتكم مفيش شعور بالتناقض عنده ما بين انه يقول يتغنى بهذه الكلمات وهو موجود في يعني بيت الله الاعظم في البيت الحرام. وشفته الدكتور البوطي وهو متاثر بهذه الكلمات. بيرم التونسي ورياض السنباطي والسيدة أم كلثوم. طيب احنا بعد الفاصل هيبقى معانا النهاردة فقرتنا الأسبوعية فقرة مسار الخير، هيكون معايا فيها دكتور مصطفى فتح الله. بس قبل ما نروح للفقرة هسيب حضراتكم مع تقرير بيوثق يعني وزارة الداخلية يعني احتفالا بالإسراء والمعراج في مراكز التأهيل، يعني احتفلت مع السجناء بهذه المناسبة الدينية. حضراتكم أسيبكم للتقرير تشوفوه، نطلع فاصل ثم نعود بضيفنا دكتور مصطفى فتح الله وفقرتنا اليوم مسار الخير. تزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بهذه المناسبة، تحدث فيها عدد من شيوخ الأزهر عن هذه الذكرى والدروس المستفادة، كما أثنوا على هذا التوجه من وزارة الداخلية تجاه النزلاء. هذه الاحتفاليات بمختلف أنواعها خاصة الاحتفاليات الدينية بتعيدنا إلى ربط بالله تبارك وتعالى، فبتغير تغيير كبير. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في كل القائمين عليها، ونسأل الله عز وجل أن تدوم وأن تزيد، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. أكيد طبعا الاستفادة متنوعة ما بين دينية ودنيوية وثقافية واجتماعية وترويحية نفسية، يعني استفادة من كل نوع من أنواع الحياة، وهذا حقهم علينا. نسأل الله أن يبارك خطى القائمين على هذا وأن يجازيهم عنا كل خير. كل الإرشادات دي تبقى فيها توجيه للنزلاء على أساس يتعاونوا مع بعض على الخير. بنسأل وبنفهم، يعلمونا حاجات وبنسأل في حاجات في الدين ما كناش عارفينها بقينا عارفينها عشان نطلعوا للمجتمع ناس أفضل. رحلة الإسراء والمعراج فيها عظات كثيرة، لكننا نريد أن نأخذ منها شيئا هذا الشيء يفيدنا في حياتنا. التوقيت الندوات الدينية والثقافية المقامة بصفة دورية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كهذه الندوة تسهم في تعريف النزلاء بأمور دينهم وتصحيح المفاهيم الدينية والفكرية لديهم، بل هي طاقة نور لاتباع الطريق الصحيح عقب انقضاء فترة العقوبة، وتسمو بأخلاق النزلاء ليبدأوا حياتهم من جديد. الصلوات الحاجة الوحيدة، الصلاة اللي فرضت هدية من رب البرية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج بدون واسطة، الصلاة فقط. في شيوخ بيجيلنا من بره بتساعدنا على حفظ القرآن وبترشدنا على ديننا، وأنا يعني كنت حافظ 10 أجزاء بره، فهنا حفظت أكتر. في شيوخ بيجيلنا وبنسمع منهم وبنفهم منهم، وغيروا حياتنا من حياة لحياة تانية خالص، وفهمنا حاجات كتير ما كناش عارفينها قبل كده. الاحتفالية بالإسراء والمعراج كانت فرصة ليستعرض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مواهبهم الفنية التي يتم إثقالها وتنميتها على يد خبراء ومتخصصين داخل هذه المراكز، حيث يجدو بعض النزلاء بأغاني دينية وبصورة احترافية تعكس الاهتمام بتدريبهم. بصراحة القطاع الحماية المجتمعية موفر لنا كل سبل الراحة عشان نطلع المواهب بتاعتنا. رحت وادي النطرون مركز إصلاح وتأهيل 6، الموضوع كان مختلف تماما، يعني الموضوع بقى بشكل احترافي أكتر،
اتعلمنا ازاي ننمي موهبتنا هناك. المعايير الإنسانية في السياسة العقابية تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، الهدف هنا عودة النزيل إلى حياته الطبيعية عقب الإفراج عنه، محملا بتجربة إنسانية وثقافية وحرفية واجتماعية تعلمها في هذه المراكز تسهم في اندماجه في المجتمع ليحيا من جديد.